لتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي التركي الأستاذ طه عودة أغلو. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية أستاذ طه. موقع المونيتور الأمريكي يقول بأنه تم الاتفاق بين ميليشيا سورة الديمقراطية وروسيا لدخول الأخيرة لمنبج في حال انسحاب القوات الأمريكية، كيف تقرأ هذا الاتفاق؟ نعم، مساء الخير لكم. في البداية من دون شك أعتقد سلام. الخطوة الكردية هي تأتي في إطار المباحثات والتفاوضات التي يقوم بها الحزب، وخاصة بعد القرار الأمريكي الأخير للرئيس ترامب. لاحظنا كان هناك مفاوضات مع نظام الأسد لكنها لم تنجح. اليوم هي تتحول وتحول وجهتها صوب الروس، هذا إن دل يدل على أن هناك عمق في الأزمة التي يعاني منها هذا الحزب، وخاصة بعد أن علم تماما بأنه يعني هو ورقة تستخدم من قبل الدول، إن كانت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك مخاوف من تكرار عملية عسكرية تركية لهم كما حصل في عفرين. نعم، هل تعتقد أن روسيا يمكن أن تنفذ هذا الاتفاق، يعني في ظل توافق روسي تركي على دخول تركيا شرق الفرات؟ يعني بتصور في الوقت الحالي هناك علاقات قوية أو تقارب تركي روسي، لا أتصور أن الروس سوف يعني هناك يعقدون مباحثات أو اتفاقية مع هذه القوات، خاصة مع التقارب الكبير وخاصة بعد التوافق الكبير ما بين أنقرة وموسكو، إن كان في عدة قضايا على الرغم من هناك خلافات تتعلق بموضوع إدلب، ولكن أعتقد روسيا حاليا بحاجة ماسة إلى تركيا في الوقت الحالي، خاصة أن هناك ترتيبات جديدة في منطقة شرق الفرات. أعتقد أي خطوة سوف تكون بالخطأ ترتكبها موسكو سوف يكون لها تأثير على مكاسبها على الأرض داخل الأراضي السورية. من وجهة نظري هي فقط الاستماع لهم، وأعتقد يعني كما تعلمون المفاوضات التي جرت مع تلك الوحدات مع النظام لم تحقق نجاحا، وهذا إن دل يدل على أن روسيا هي لم توافق. الروس فقط يسمعون ولكن لا يعني يخسرون الحليف الأقوى بالنسبة لهم، وأقصد هنا أنقرة. نعم، يعني ما مصلحة روسيا من التواجد في منبج على حساب تركيا؟ يعني حاليا منبج حاليا بعد المحاولات أو بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سوف تخرج من سوريا، لاحظنا أن هناك روسيا النظام الميليشيات الإيرانية هي توافدت إلى تلك المدينة، إلى حتى هذه اللحظة ما زالت القوات الأمريكية متواجدة في مدينة منبج. الروس هم يحاولون قدر المستطاع يعني حاليا أن يقوموا بعملية موازنة أو توازن في وضع على الأرض السورية، وخاصة مع تركيا، خاصة هناك توافق تركي روسي في إدلب، وأن هناك تم إبرام اتفاق سوتشي، أيضا هناك أيضا اتفاق ما بين الأتراك والأمريكان في مدينة منبج. روسيا هي تحاول قدر المستطاع ألا تنحصر يعني قواتها فقط في مناطق معينة، تريد أن تكون متواجدة في كافة أنحاء الأرض السورية. نعم، الأستاذ طه عودة أغلو الكاتب السياسي التركي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.